المهم فيها لازمنا نوحدوا الجهود الكل بتاع الاطراف الكل اللي هما مشتركين في قطاع السياحه اللي هو قطاع مهم في الاقتصاد التونسي، يعني المهنيين، المجتمع المدني، الاتحاد التونسي للشغل، وحتى المواطنين، ثم معناها اخذنا ارائهم في الليزاسيز هذوما. اليوم باش يكونوا 6 ورشات، كل ورشه باش تقدم اقتراحات، اما هما عديد من معناها اجتماعات كانوا في الجهات باش يقدموا اقتراحات، وفي اخر اليوم نعملوا نقدموا الاقتراحات الكل وندونوهم ونقدموهم ان شاء الله للمسابقه اليوم في مجلس وزاري. تفعيلهم ان شاء الله في 2017، هو برنامج من 2017 ل 2020. البرنامج هذا سيده الوزيرة يقوم على خصائص الجهات، حكيت قبيله في كلمة في عديد من المشاريع في 6 محاور، وهذه شفناه على الجهات الكل، معناها هي ان ديكوباج تيريتوريال، تقسمت على 5 وصارت في تبرقه وفي جربه وفي توزر وفي تونس وسوسه. وقدموا الجهات الكل، معناها المتشاركين في المناظرات هذوما، قدموا معناها مقترحات. ثم اكثر من 24 مشروع اللي باش يتقدموا هذوما، نقدموهم في المجلس الوزاري ان شاء الله. ثم مؤشرات طيبه، بدينا بجربه. جربة إن شاء الله معناها كانت تحسن كبير، وثم الحاجة المهمة والمؤشرات هي الإيجابية اللي ثم تحسن في السوق التقليدية متاعنا اللي رجعت، قاعدة ترجع، يعني الثقة رجعت في تونس، ثم تطور في بعض الأسواق حتى ب 70%، أما في الجملة تطور السوق الأوروبية ب 34%.